ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بداية، مجلس محافظة الأنبار يقول إن ميزانية المحافظة لهذا العام دون مستوى، ومن ثم فإن عودة النازحين ستتأخر. كيف ترون جدية الحكومة في بغداد حل أزمة النازحين؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم ان الحكومه تتعمد ايذاء النازحين وتعمل بكل الوسائل على عدم اعادتهم، لان لديها مشروعا واضحا من اجل حقيقه تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، ومن اجل تقليل النسب السكانيه لهذه المحافظات. فلا جديه، هي الحكومه لديها عمل ممنهج ضد عدم عوده النازحين، وبالتالي هناك اليات كثيره إذا ما كانت هناك نوايا صادقة لإعادة النازحين، تتمثل بإعطاء حقيقة ومنفذ طرابيل إيراداتي لصالح المحافظة من أجل إعادة النازحين. هناك حقيقة جهد دولي تمنعه الحكومة بسبيل عودة النازحين. هناك إطلاق يد الميليشيات التي لا تسمح بعودة النازحين إلا بشروط والخضوع لها ودفع عتاوات مالية واضحة. بالتالي كله يجري بعلم الحكومة، إذا ما أخذنا الأنبار أو ديالى أو الموصل وحتى صلاح الدين. لذلك بالتالي الحكومة تعلم أنه لا زال هناك عمليات دفع أموال لصالح ميليشيات الحشد. إذا ما أخذنا اليوم، يعني عندما كشف أمام الحكومة من قبل 10 أيام أن هناك حقيقة عمل في ديالى، خصوصا في قرى جبال حمرين، قرية أم الحوالي، قرية الصغيرة، قرية محمد البعواد، قرية حنارة أبو بكر، قرية عين ليلى، قرية كوكجان، قرية الفخول، وإضافة إلى قرية الصفرة الكبيرة، أن هذا العامر اشترط أن يوقعون على انتخابه ودفع 4000 دولار لكل عائلة لصالح ميليشيات بدر حتى يعودون. وهذا ينطبق أيضا في الأنبار وفي صلاح الدين والموصل والبعاج الذي أشرتم في تقريركم. واضحة أصبحت القضية، الحكومة أينها لو كانت هناك جدية بالفعل لها في عملية إعادة النازحين؟ يؤكد على أننا ما نذهب إليه هو أن الحكومة تعمل بإطار ممنهج متعمد لصالح أجندات التغيير الديمغرافي، مستغلة الظروف والصمت الدولي عليها، لأنه ما ترتكبه جرائم بحق النازحين. طيب، يعني أبعاد هذه القضية، هنالك 3700 عائلة نازحة لا تستطيع العودة إلى العامرية بسبب خشيتها من تعرضها لعمليات انتقامية بتهمة صلة أقرباء لها بتنظيم الدولة. يعني هذه التهمة، ألا ترونها أنها أخذت بعدا أكبر من القضية ذاتها؟ بالتأكيد هذه التهمة التي لم تثبت إلى الآن سوى أن هناك تكهنات من قبل قادة بعض الحشد العشائري الموالين للحشد الشعبي في الحقيقة في العامرية. هناك ولاء لحزب الله، وهناك تحكم حقيقي بحتى المرشحين الذين انتموا مع العبادي والذين يرفعون شعارات للنازحين. هؤلاء ذل، من يعني هم من المشكلة وليسوا من الحل. وبالتالي هذه القضية يحتاج فيها بإطار أنني أريد أن أنتقم من أبناء جلدتي من العوائل بطريقة وحشية حتى أسجل موقفا لدى هذه الميليشيات، وهذا ما يتفعله قادة الصحوات والحشد العشائري في تلك المناطق. ولا أعني الكل، لكن هناك قادة معروفين واضحين المعالم يعملون أيضا بقضية ممنهجة في إطار أن هذه 3700 عائلة ليست جمهورهم، وبالتالي يريدون الانتقام منها انتقاما جماعيا، وبالتالي هذا غير موجود حتى في العرف العشائري الموجود والذي يسود في محافظة الأنبار والعراق. لذلك هم يعمدون على القسوة على هذه العوائل من أجل تسجيل موقف لدى ميليشيات حزب الله والعصائب التي تسيطر على مداخل العامرية والتي تتحكم أمنيا في منطقة العامرية بالكامل. وهذا ينعكس أيضا على مناطق في جزيرة الرمادي، في جزيرة الخالدية، في الرمادي، مركز مدينة الرمادي، وكذلك في المناطق الغربية بطريقة واضحة. إذا ما يحدث هو عمل ممنهج متعدد الأطراف، سواء بمنع العوائل أو سواء بالانتقام من العوائل أو سواء بعدم إيجاد تعويضات لمن ليس لديه أي شائبة، وبالتالي هو لا يستطيع العودة إلى منطقته بسبب عدم وجود تعويضات في بناء المنازل. هذه المتنوعات الأساسية التي تفرضها الحكومة وميليشياتها على العوائل من أجل أن لا يعودوا إلى تلك المناطق مطلقا، وأن يبقون في عملية النزوح، وبالتالي أنه يذهبون لعملية الهجرة من العراق حتى يتم تقليل عددهم السكاني، حتى يتم تغيير النسب، حتى يتم
حقيقة تعويض تلك المنازل لصالح مناطق خارج محافظة الأنبار. طيب بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات بدر تمنع عودة أسر المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة لقضاء البعاج. أين السلطات؟ أين الحكومة؟ أين القضاء من هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيات؟ هذه التصرفات هي تصرفات برعاية حكومية، وكما أسلفت لك القضية ليست في البعاج فقط، القضية في قضاء الدجيل وقضية البعاج هي بارزة، وقضية القرى في جبال حمرين وهناك وكلاء لهم حقيقة ينبغي حقيقة أن تسلط الضوء على هذه المناطق بطريقة واضحة، لأنه يرفضون عودة العوائل إلى تلك المناطق، وبالتالي هم يريدون أن تكون هذه العوائل خاضعة لهم ولانتخاباتهم القادمة، وبالتالي هم يريدون أن يسكنون مناطق غير سكان هذه المناطق في هذه الأقضية، لذلك هم يعمدون على هذه التغييرات الديمغرافية. الحكومة متواطئة وداعمة لكل هذه الإجراءات، وبالتالي القضاء معلوم إلى هذه اللحظة ضحايا الذين اختطفتهم الميليشيات لا يستطيعون الوصول إلى أي محكمة من أجل إقامة دعوة على تلك الميليشيات التي خطفت سواء في الصقلاوية أو في الموصل أو في صلاح الدين. يعني هناك عوائل يريدون إقامة دعوة في القضاء على قادة ميليشيات يعرفونهم وهم الذين أخذوا أولادهم، القضاء غير فاتح أبوابه لهم. إذا هناك تواطؤ كبير لهذه العملية المرعية بالكامل وبالتالي المنسق لها بأطر واضحة، وما يجري حقيقة هو عمل ممنهج واضح وهو لا يخفى على العالم وليس على الحكومة، وما يجري حقيقة هو استهداف طائفي بحث على هذه المناطق. الناشط السياسي الشيخ عبد القادر النايل كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.